الشيخ سبب الانتقال من رغبة مالي ما هو السبب شيخنا؟ سبب انتقالك من مشيخك إلى المدينة. المدينة لها مناسبة. ما هي المناسبة شيخنا؟ نعم. هو تزكية هذا الشيخ للشيخ الأمين لفتوى اطلع شيخي هنالك على هذه الفتوى فأعجبته الفتوى. وهي شيخنا؟ وهي صحة الصلاة في الطائرة. ما شاء الله. هل الصلاة تصح في الطائرة أو لا تصح؟ نعم. رأيت. وهذه الفتوى سببها عرفتها السبب الذي من أجله وضع الشيخ الأمين هذه الفتوى وهنا في المدينة قبل أن آتي أنا في المدينة. السبب هو أن بعض الحجاج لما أتوا من مالي وكان الشيخ حيا هنا بعد انتهائهم من الحج في مكة جاءوا إلى المدينة واستمعوا بالأمين فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة لأن هذه المسألة كانت تشغل بالهم تشكل عليهم لأنهم يركبوا الطائرة في ذلك الوقت. نعم. وذلك لأنهم حسب ما فهموا أو حسب ما يعرفون في الفقه المالكي أن الحج لا يجب على من لا يجد أمنا في طريقه إلى مكة بأن يضيع كأن يضيع الصلوات ولا تمكن من تأديتها. فإذا كان الحاج على هذا الوضع فإن الحج لا يجب عليه. وهم قد حجوا لكن لا أدري هل أدركتهم فريضة في الطائرة, في الطائرة. فعلى كل حال لابد أدركهم الصلاة سواء في الذهاب أو في الإياب. نعم. فعلى كل حال سألوا فهم كانوا يرون أن الصلاة في الطائرة لا تصح. نعم. وذلك لأن الطائرة لا ليست متصلة بالأرض. نعم. وشرط صحة الصلاة أن تقع على الأرض أو متصل بالأرض. نعم. وأما ما كان غير ذلك فإن الصلاة فيه غير صحيحة. وإذا لم تكن الصلاة صحيحة في الطائرة لعدم اتصالها بالأرض فإذا كانوا قد صلوا فيها إذن فقد ضيعوا فريضة في طريق إلى الحج فالحج ليس عليهم بواجب. أيوة. وماذا قال الشيخ الأمين؟ هم أي مسألة جديدة مستحدثة لأن الطائرة ما حصلت قديما رأيتها فاجتهدوا لكن معتمدين على نص في مختصر خليل. وهذا النص هو كما يقول مختصر خليل والصلاة على الأرض أو متصل بها. إذن فمفهوم مخالفة هذا أن ما لم يتصل بالأرض مما يصلي عليه المصلي فإن الصلاة لا تصل. فهم أخذوا من هذا وكانوا يعتبرون عدم صحة الصلاة في الطائرة. فسأل الشيخ فأجابهم الشيخ فقال لما قالوا له هذا لما عرضوا عليه السؤال قال هل أنتم تكتبون تقرؤون تكتبون قالوا نعم. فقال سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها. فأملى عليهم نحو من 6 أو 5 صفحات. ما شاء الله. ليس لا يحضره ما يحتاج ما شاء الله. هذا العلم شيخنا هذا العلم هذا العلم. وأين أصحاب هذا العلم؟ أيه. علمي معي حيث يممت ينفعه. أيوه هذا الله أكبر. فرجعوا بالفتوى. رجعوا بالفتوى وكانت سببا في رحلتك. في تحرك. الحمد لله. وصف لي لما فكنت أسأل لما قال لي هذا الشيخ في البلاد فكنت أسأل عن أخبار الشيخ فقالوا الشيخ الأمين فقالوا هو في المدينة وفي الجامعة الإسلامية والجامعة تقبل. ما شاء. فقلت إذن أذهب للجامع للأمين. ما كنت أعرف الأنظمة هذه. لكن الحمد لله فجز الله الجامعة خيرا. ندعو الله لهم والله. الآن ندعو الله لهم. الآن شيخنا.